انتشرت خلال الأيام الماضية إشاعات حول إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية قصد محاربة الانحراف من الشذوذ الجنسي والتحرش، وهو ما استنكره بعض نواب البرلمان خاصة في المدارس الابتدائية. نرى أنه من غير المعقول التدريس الثقافة الجنسية في مستوى السنة الثانية ابتدائي، خاصة وأن السيدة وزيرة التربية كانت في الوقت السابق تنتقد بأن هناك مواضيع تفوق مستويات التلميذ، وأنا كذلك بدوري أقول أن هذا الدرس يفوق مستوى التلميذ، بالرغم من أننا لسنا ضد هذه الثقافة، ولكن يجب فقط أن تنشر في المستوى الذي يمكن أن يستوعبها الطالب في مرحلة من المراحل. وأكد الشيخ جلول الحاجيمي رئيس نقابة الآئمة لا مانع في تدريس الثقافة الجنسية شريطة إخضاعها لضوابط شرعية ونفسية، وليس نشر الإباحة وكسر الطابوهات، بل ثقافة احترام النفس والابتعاد عن المحرمات والوقاية من الأمراض الجنسية. إذا كان يقصد به الحق والإنصاف وعنده ضوابط، هذا ممكن نتكلم عليه نظرا للمشاكل التي تحدث في العلاقات الجنسية وما يتعلق بها، لأن باب من أبواب الخير والشر في نفس الوقت. أما إذا كان المقصود منه نشر الإباحية وكسر الطابوهات، فهذا مضر للمجتمع. نكون سلبيه في الابتدائي اقل حاجه، اذا في سن المراهقه في المتوسط كذا نتكلم عليه بضوابط، لكن ينبغي ان يشرف عليه ناس مختصين في الجانب المتعلق هذا بالامور هذه، والجانب السيكولوجي والجانب النفسي والجانب الديني. فما لازمش نكون اولادنا يكونوا عبث لغيرنا حتى وين يدخلوا في علاقه جنسيه مشبوهه ويديروا لنا مشاكل وتكون امراض الصيدا والايدز وغيرها اللي منتشره في المجتمعات، وهذا خطر كبير. ويرى مراقبون أن الانفتاح التكنولوجي سمح بانتشار الإباحة وسط الأطفال بشكل رهيب من خلال امتلاكهم للهواتف الذكية التي يصعب مراقبتها، حيث نتج عنها تفشي ظاهرة التحرشات والاعتداءات الجنسية.